2022 السادة النواب نواب المجلس الشعبي الوطني والسادة أعضاء مجلس الأمة السادة رؤساء اللجان أسرة الإعلام السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في مراسم تنصيب محافظ الطبعة 19 للألعاب المتوسطية وهران 2022 السيد محمد عزيز درواز، الشخصية الرياضية البارزة التي من شأنها تقديم إسهام ثمين لإنجاح هذه الدورة من الألعاب باعتبار مساره الثري بالإنجازات والحافل بالألقاب سواء كمسؤول في الدولة أو كرياضي على المستويات الوطنية والقارية والدولية. كما تعلمون فإن مدينة وهران الباهية تستعد لاستقبال واحدة من أهم التظاهرات الرياضية الدولية. نعم، تستعد مدينة أحمد زبانة، مدينة أحمد وهبي وبلاوي الهواري، مدينة علولة، مدينة التاريخ لاستضافة الألعاب المتوسطية لعام 2022، مما يجعل هذه المناسبة فرصة سانحة لتقييم مدى جاهزية التحضير لهذا الاستحقاق الرياضي الهام وتعزيز المكاسب المحققة وتدارك النقائص المسجلة، وكذا رسم الخطوات المستقبلية الكفيلة بتسريع وتيرة التحضير وضمان نجاح باهر لدورة وهران 2022. إنني على يقين أنكم تعون تماما الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذا الاستحقاق الرياضي الكبير الذي تستعد بلادنا لاحتضانه، والذي يتعدى أن يكون مجرد حدث رياضي ليصبح في الوقت ذاته مناسبة لإعطاء أحسن صورة لبلادنا وإشعاعها وتألقها على المستوى المتوسط والدولي، ومقياسا لقدراتها على احتضان كبريات المنافسات الرياضية والارتقاء إلى مصف الدول القادرة على تنظيم أهم التظاهرات المرموقة في العالم. لا شك في أن هذه الدورة من الألعاب المتوسطية التي تعود إلى الجزائر بعد 47 سنة من احتضان الألعاب المتوسطية بالجزائر عام 75، ستشكل لا محالة محطة فارقة وفاصلة في تاريخ الرياضة الجزائرية. هذا التاريخ الحافل بالإنجازات والأمجاد ولبنة أساسية في تمكين الجزائر من استضافة الأحداث الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، كما أن التحضير لألعاب وهران 22 مناسبة للوقوف على المكاسب التي سجلتها مدينة وهران الباهية بفضل حظيرة المنشآت النوعية التي تعززت بها والتي ستؤهلها لا محال لتصبح قطبا رياضيا بامتياز ليس فقط على المستوى الوطني وإنما أيضا على المستوى الدولي، ما من شأنه الارتقاء بالمستوى العام للرياضة الجزائرية وتمكين رياضينا على التحضير الأمثل للمنافسات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية لا سيما الألعاب الأولمبية والبارالمبية سنة 24، حيث أن اختيار مدينة وهران الباهية لاحتضان الطبعة 19 للألعاب المتوسطية لم يكن أبدا من محض الصدفة، وإنما جاء بناء على معايير واعتبارات موضوعية على رأسها المشاريع المهيكلة التي استفادت منها الولاية والتي نذكر منها لا سيما المحطة الجوية الجديدة، تمديد خط التراموي، توسيع القدرات الفندقية بالإضافة إلى شبكة المنشآت الرياضية النوعية التي تعززت بها الولاية لا سيما المجمع الرياضي ببير الجير، القرية المتوسطية، وكذا إعادة تأهيل المنشآت الرياضية القديمة مثل قصر الرياضات حمو بوتليليس وملعب التنس التي تم إنجازها وفق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، لا شك أننا نتفق جميعا حول أن نجاح الألعاب المتوسطية في وهران يتوقف بالدرجة الأولى على جاهزية المنشآت ومستوى التنظيم العام، وعليه فإنه يتعين علينا مضاعفة الجهود والعمل أكثر لاستلام المنشآت في الآجال المحددة، وبالخصوص المركب المائي والقاعة المتعددة الرياضات ببئر جير، هذا من جهة، وكذا تنفيذ كل الإجراءات التنظيمية في آجالها من جهة أخرى. وأشدد هنا على أن هذه الآجال لا يمكن أن تتعدى 31 ديسمبر 2021 حتى يتسنى لنا استلام المنشآت والبداية في تجريبها. في هذا الصدد بات من الضروري استدراك التأخر في التنظيم العام لنكون في الموعد سنة 22، ولذلك فإنني أدعوكم إلى تسريع وتيرة جميع الإجراءات التنظيمية. وأذكر هنا أن الغلاف المالي الممنوح من طرف الدولة من أجل إنجاز المشاريع المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية الألعاب المتوسطية بلغ حوالي 45 مليار دينار جزائري، تخص 35 عملية تجهيز تابعة لثمان قطاعات. وكل هذه المشاريع متعلقة بالمرحلة التحضيرية وبالخصوص استكمال دفاتر الشروط التي يتوقف عليها استلام هذه المنشآت. من جهة أخرى، وحتى تسترجع الجزائر مكانتها التنافسية خاصة في كل الرياضات جماعية كانت أو فردية، أدعو الاتحاديات الرياضية الوطنية إلى مضاعفة الجهود من أجل حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات خلال هذه الاستحقاقات التي تحتضنها بلادنا، لكي نصنع من طبعة وهران طبعة متألقة ومتميزة، سواء من حيث التنظيم والتحضير أو من حيث النتائج التي نطمح إلى تحصيلها جميعا باعتبارنا البلد المنظم، تشريفا للراية الوطنية. ولا يتسنى هذا إلا بالانخراط في مسعى تحضيري راق في إطار استراتيجية متكاملة ومحكمة يكون فيها للعنصر البشري ذو المؤهلات العالية والقدرات البينة الدور الأساسي والمحوري. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، وإنني على يقين بأننا سنرفع سويا تحدي إشعاع وهران والجزائر متوسطيا ودوليا، فإنني أدعو السيد محافظ التبعة 19 للألعاب المتوسطية وهران 22 وكافة الإطارات والعاملين بلجنة التنظيم إلى العمل كيد واحدة وباحترافية عالية من أجل الوصول إلى أهدافنا المبتغات، حتى نفتح لبلادنا أبوابا جديدة تستطيع من خلالها تنظيم تظاهرات دولية على مستوى إمكانياتنا وطموحاتنا. وفقكم الله للسداد في مهامكم النبيلة. عاشت الجزائر قوية عزيزة أبية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.